شهدوا توقيع لكتب جديدة لعدد من الكتاب العرب. ينضم إلينا عضو اتحاد الناشرين العرب الكاتب سمير الجندي. أهلا بك يا أستاذ سمير معنا في سكاي نيوز عربي. حدثنا قليلا عن يعني الجديد في هذا المنتدى هذه المرة هذا العام، ربما يعني بالفعل تتوجه الأنظار إلى أنه بالفعل أبو ظبي أصبحت توجها أو مقصدا للمثقفين والكتاب المفكرين حول العالم. يعني معرض أبو ظبي العام هذا، أنا هذا المرة الثانية اللي بشارك فيها. المرة الماضية كان لقيته معرض أصغر بالحجم وأقل فعاليات، أما المرة هاي المعرض أنا شايفه توسع والنشاطات الثقافية على هامش المعرض يعني مميزة إن شاء الله. ما هي هذه النشاطات؟ يعني أهم شغلة اللي هي استقطاب الكتاب وتواقيع. يعني أول من أمس كان هناك مثلا الكاتبة أحلام استغاني، وكان يعني هذا حضورها يعني مميز، وعدد كبير من دور النشر اللي أحضرت معها كتابة للتوقيع، وهذه فعالية أكيد بتعزز علاقة القارئ مع الكتاب، يعني نبني جسور الألفة ما بين الكتاب والقارئ، علما أنه في عزوف عن القراءة. طيب هل هناك عزوف عن الكتاب من خلال مثلا دور النشر الموجودة في المعرض؟ من خلال أنت اطلاعك هناك في إقبال كبير على الكتب على الكتاب، أيضا الكتاب الموجودين هناك أسماء جديدة مثلا؟ يعني طبعا بطبيعة الحال في يعني أسماء جديدة، يعني عندنا إحنا مثلا إحنا قادمين من مدينة القدس دار الجندي للنشر والتوزيع، إحنا يعني أحضرنا حوالي 30 كتاب جديد لكتاب، منهم 18 كاتب وشاعر جديد، يعني شباب، لأنه إحنا يمكن طبيعتنا في دار الجندي للنشر نهتم بالمبدعين الشباب، ولذلك أنا بقيس على هذا الأمر عدة دور نشر بتحضر معها يعني أنفاس شابة في الكتابة، بتعرف أهداف يعني كتاب يعني حديثي، يعني بتكتب طريقة شبابية حديثة تتواكب مع الحياة والعصر. لربما هذا ما أود أن أسأل عنه أستاذ سمير. نعم. هل كان هناك صبغة معينة تحملها هذه الكتب المعروضة سواء في هذه النسخة من المؤتمر أو النسخة السابقة؟ هل كانت شعرية أكثر، روائية؟ هل كان هناك تغير من أن تصبح سياسية؟ هل شيء معين جديد فيها؟ والله أنا اللي لفت نظري يعني في معارض بشكل عام، يعني معارض في الإمارات، يعني معرض الشارقة ومعرض أبو ظبي، اللي لفت نظري إنه الناس تقبل على كتب التنمية البشرية، الكتب اللي فيها نصائح، اللي فيها لها علاقة بالأسرة، لها علاقة في المجتمع، يعني هذه الكتب أكثر. وبعدين في شغلة ثانية اللي هي كتب الطبخ. هذا أكيد دائما، والله دائما يا أستاذ حتى الرجال يذهبون أكثر إلى كتب يعني الطبخ من علما أنه عندنا ما في ولا كتاب للطبخ. ولكن أما في عندنا شغلة يعني مهمة جدا أن أحكيها، على في جنس أدبي جديد هو الكتابة القصة القصيرة جدا. هذا الجنس الأدبي اللي هو اللي ابتدعه يعني أكثر شيء، هو يعني له يعني 20-30 سنة ماشي، ولكن في هذه الوقت بالذات يعني في هذه الوقت بالذات هذا الجنس الأدبي كتير ظهر على الساحة. هل بسبب مواقع التواصل الاجتماعي؟ بالضبط، هذا اللي كنت أقول لك إياه، مدونات فيسبوك والتويتر والأمور هذه كلها جعلت يعني نتجت عنها كتاب جدد اللي بيكتبوا القصة الومضة، يعني النبضة، هيك قصة من 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 سطر سطرين ولكنها مكثفة، لغتها مكثفة اللي هي بتعطيك إيحاءات كثيرة وبتخلي الإنسان يعني يفكر أكثر منه. وأحسن النصوص الأدبية هي النصوص اللي بتوقف أمامها أكثر مدة ممكنة. صحيح. وهي هذه القفشات هذه أنا شايف إنه يعني ظهرت بقوة على الساحة، يعني من خلال مثلا بعض الكتب الموجودة عندنا في دار الجندي للنشر، عندنا كتاب مثلا اسمه درج طابونة، عندنا كتاب اسمه
حوش الشاي عم تعمل لي دايت. هناك لاحظت كثيرا دكتور مؤخرا. هذه القصص يعني فعلا يعني فعلا في قصص من سبع كلمات. سبع كلمات. انا هذا ما اود ان اشير اليه استاذ سمير بانه بالفعل مؤخرا اصبحنا نشهد من يقوم بتاليف كتاب كامل يعني فقط من جمع تغريداته على تويتر مثلا او من 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 جمع مدوناته او ما يكتبه كل صباح من سطر او سطرين على الفيسبوك على حائط الفيسبوك لربما يؤلف بالفعل او يوجد كتابا جميلا جدا بالنهايه. هيك بصير معنا احنا كدور نشر بيجينا مجموعه من شخص ما بيجي بيقول انا يعني عندي كتاب بقوله اعطيني نصوص اقرا. صحيح. فبنقرا بنلاقي هي عباره عن يعني كتابات فيسبوكيه يعني كان يكتب يعني في بعض الاحيان بيكون قوي ولكن كثير من الاحيان لا يصلح للنشر. طب هل تحفظون حقوقهم انتم استاذ سمير كدار للنشر؟ انت عندما اقوم انا مثلا بنشر تغريده بكل سهوله ممكن لاي شخص بتلك اللحظه يقوم بنسخها وياخذها. هذه اذا كانت على تويتر. جرير بعدها. ولكن اذا كانت في كتاب بطبيعه الحال لانه الكتاب فيه عنده رقم معياري دولي مسجل باسم الكاتب، بعدين طالما انتشر الكتاب حتى لو ما كانش فيه عليه رقم معياري طالما انتشر خلص اصبح وثيقه. ولذلك انا بدي يعني كل دور النشر انه اذا بده ينشر شيء ينشر على مستوى يكون، لانه حرام انه احنا ننشر شغلات وفي حقيقه في شغلات تنتشر ولكن لا تصلح للنشر. اما دار النشر يجب ان يعني في بعض المعايير المعينه للنشر. طبعا لازم يكون اول شيء احنا بنحكي عن فن، لما بنحكي قصه قصيره او شعر أو رواية أو هذا في فن، إنه كلنا بنقدر نمسك كل الناس تقدر تمسك الورقة والقلم تكتب، ومش كل واحد عنده إمكانية مادية يروح يطبع كتاب صار هذا الكتاب يعني مقدس، ما بنفع. الكتاب الفنية تختلف عن الكتابة العادية كل باختلاف، وهذا هون بيجي دور الناشر اللي المثقف المطلع الذي يستطيع ان يختار الغث من السبيل. طيب بشكل سريع استاذ سمير ربما نختم فيها بالنهايه، لماذا ابو ظبي تحديدا؟ ما الذي اضافته ابو ظبي لمعرض الكتاب الدولي؟ بصراحه يعني اداره ابو ظبي مشكوره يعني عماله بتهتم في الكتاب بشكل ملفت. يعني اول شيء بتوزع كوبونات على طلبة المدارس وهي شغلة جيدة جدا. أنا لقيت تشجيع يعني كوبون هذا بيعطي للطالب لازم يشتري كتاب. اليوم ممكن انه اليوم اشترى الكتاب ما قرأه ولكن في المستقبل هذا الكتاب موجود عنده ممكن يتناوله ويقرأه. فاحنا انا بلاحظ انه الطلاب بيجي صباحا وبيختاروا كتب وبيختاروا كتب اطفال والعاب وكتب يعني حتى للكبار. اجى واحد بيقول لي انا بدي كتاب لماما. بقول لها شو؟ بقول لي انا بدي روايه. هو محدد اسمها. قلت له على الاقل بحث يعني وقرا عنها مجرد انه بحث. فهذا بشوفه انه انتصار لاداره صح. المعرض صح. انه يعني وصلوا لهذا الشخص اللي صحيح. هو يعني محط الانظار قبل ان اشكرك انا اود ان اشارك بشيء قراته قبل عده ايام بان هناك طريقه جديده للتشجيع على قراءة الكتب، هناك حبر سري يمحى للكتاب بعد أن تشتريه بعد سنة، فإن لم تقرأه قبل سنة سيمحى الكتاب كليا. أبدا. شكرا جزيلا لك عضو اتحاد الناشرين العرب الكاتب سمير الجندي. شكرا. شكرا لكم. وتتابعونا بعد قليل أحدث صيحات موضة ربيع.